بعنوان سوشيال دي. سوشيال دي. لغايه استراتيجيه تعليم اكبر قدر ممكن من الشعب العربي في فنون الاعلام الجديد من اجل خلق فرص عمل لها. المقاصد العامه اول مقصد مساهمه في اكتساب الشعب العربي خبره في مجالات التسويق الالكتروني والاعلام الجديد. وانا هعمل هنا طريقه التركيب مختلفه بتاع كل مقصد على درجه تحديده والاولويه والامور اللي بيستهدفها. تمام. فالمساهمه في اكتساب الشعب العربي خبره في مجالات التسويق الالكتروني والاعلام الجديد وده درجه اهميته 9/10 والاولويه متقدمه. والجمهور الاساسي جميع الشركات المستهدفه، انا الشركه المستهدفه عندي الشباب العربي في الداخل اللي هو في اوطان والشباب العربي اللي في مصر. تمام، دول الشركتين اللي عندي. تمام، ده اول مقصد. المقصد الثاني مساهمه في تقليل حده البطاله بين الشباب العربي درجه الانميه 7 والاولويه متوسطه، والجمهور الاساسي الشباب العربي في الداخل. ومربوط عندي بوظيفه، لا خلينا عشان انا كده هخش اللي تحت. البند الثالث او المقصد الثالث توجيه طاقه الشباب العربي المحضوره على مواقع التواصل الاجتماعي وحاجه شيء نافع، درجه الاهميه عندي 10 والاوليه عاديه، والجمهور الاساسي المستهدف هو الشباب العربي في الداخل. المقصد الرابع تكوين كوادر فنيه متخصصه، الاهميه درجه اهميه 8/10 الاولويه عاديه، والجمهور الاساسي الشباب العربي في الداخل. المقصد الخامس تبسيط المعرفه ودرجه الاهميه 10 والاولويه عاليه، الجمهور الاساسي الشباب العربي في الداخل. القيم اللي عندي في الجانب الموضوعي جوده المحتوى، يراعي في المحتوى ان هو عند تجهيزه ان يكون قيم وغير مكرر وجديد، والجوده المحتوى دي هتكون معيار قبول او رفض اي فكره قبل البدء في تنفيذها. القيمه الثانيه سهوله الاستيعاب، حيث يراعي ان تكون اللغه المكتوب فيها المحتوى بسيطه وسهله وسلسه، كذلك طريقه العرض على الانفوجرافيك ستكون محدد لهذه القيمه. سرعه مواكبه الجديد، ده قيمه برضو في الموضوع، ان التواصل الاجتماعي كل يوم فيه جديد، فشرط من